خلينا نروح من اخبار المنشطات لاخبار الكاراتيه. من اخبار الكاراتيه، اتحاد الكاراتيه اعلن حاله الطوارئ لانقاذ مشاركه المنتخب في بطوله سيريس اي المقرر انطلاقها يوم 27 يناير الجاري في اسبانيا. المنتخب حتى الان ما حصلش على تأشيرات الخاصة بالسفر، كان محدد ميعاد السفر يوم 25 المقبل، ولكن حتى الآن الرؤية مش واضحة بسبب الإجراءات الاستثنائية المطبقة حاليا في أوروبا تزامنا طبعا مع انتشار أوميكرون. ولكن خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الأزمة وإيه اللي حصل ووصلنا لإيه مع الكابتن حسام عجور نائب رئيس اتحاد الكاراتيه. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. مساء الخير استاذ. طمنا على اجراءات سفر المنتخب لاسبانيا، هل في امل لانهاء ازمه التاشيرات ولا الامور وصلت لفين؟ والله احنا ان شاء الله احنا في يعني ضغوط وتواصل مع السفاره ومع الخارجيه، وعندنا مدير عام العلاقات الخارجيه دكتوره غاده في وزاره الشباب والرياضه ضاغطين علشان التاشيرات تخلص، واحنا عندنا امل كبير ان شاء الله انها تخلص بكره، لان هم ميعاد السفر بعد بكره الصبح ان شاء الله. فيعني يعني باذن الله اتعرضنا للازمات دي قبل كده كتير والحمد لله تم تخطيها، وان شاء الله بكره باذن الله نقدر نحصل على التاشيرات في وقت مناسب واللعيبه كلها جاهزه والبعثه كلها جاهزه، وان شاء الله يقدروا يسافروا يوم الثلاث باذن الله. يعني ان شاء الله خلاص البعثه باذن الله مسافره يوم الثلاث؟ بنسبة كبيرة زي ما بقول لحضرتك كده، في تواصل من خلال الخارجية مع السفارة ورئيس البعثة النائب سيد نصر، برضو هو عضو مجلس إدارة وزميلنا، وضاغط جامد واحنا كلنا ضاغطين بحيث ان احنا نقدر نحصل على التأشيرات في ميعادها، لان البطولة دي مهمة بالنسبة لنا ومحتاجين ان احنا نبقى ان شاء الله في ميعادنا موجودين هناك بإذن الله. طيب كلمني عن أهمية البطولة وأهمية مشاركة منتخبنا كمان في البطولة دي بالنسبة لي. والله احنا اولا طبعا احنا الحمد لله ترتيب مصر عالميا دلوقتي رقم واحد في الرانك الدولي حتى قبل اليابان الحمد لله، فاحنا بنحافظ على الترتيب ده بشراكات لعبتنا في البطولات الدوليه باستمرار وحصولهم على الميداليات والمراكز المناسبه. بالاضافه طبعا للخبرات اللي بيحوزها لاعبينا من السفر والاحتكاك الدولي، فاحنا الحمد لله زي ما حضرتك شفتي احنا كنا تاني عالم في بطوله العالم في دبي في شهر 11، فكل الكلام ده حاطط علينا عبء ان احنا باستمرار نبقى في المستوى ده ما نقلش عنه ونحافظ على القمه اللي احنا قدرنا نوصل لها. ومهم قوي الاشتراك في بطوله السيريس ايه اللي جايه دي، وبعدها ان شاء الله عندنا بطوله بريمير ليج في دبي برضه احنا جاهزين لها، وربنا يعني يسهل لنا ونقدر نحصل على الميداليات المناسبه باذن الله ان شاء الله. اكيد حضرتك عارف دلوقتي ان اوميكرون منتشر بشكل كبير جدا، يعني تقريبا ما فيش حد سلم منه، ايه الاجراءات اللي بيطبقها الاتحاد في معسكرات المنتخبات للحد من اي اصابه جديده؟ الاجراءات المعلنه من وزاره الصحه والاجراءات اللي بتتابعها معانا وزارة الرياضة، معانا دكتور اثنين دكاترة ملازمين لكل معسكراتنا بحيث ان هم يتأكدوا من اتباع كل الإجراءات، العدد اللي بيتم تدريبه عدد قليل ومساحات يعني تسمح بانه ما يبقاش فيه العدوى او انتقال ميكروب من شخص لآخر. لا كل الإجراءات مطبقة كما يعني زي ما بيقولوا. طيب. والموضوع ده متابع من وزاره الرياضه ومن الدكاتره بتوعنا والدكاتره بتوع وزاره الرياضه. طيب عايز اسال حضرتك كمان عن تقييمك لمستوى المنتخبات الفتره اللي فاتت، احنا شايفين الحمد لله نتائج يعني جيده، ولكن ليه تم التفكير في تغيير الاجهزه الفنيه؟ لا تغيير الاجهزه الفنيه ده وضع طبيعي، يعني احنا كنا مع كل دوره انتخابات بتاعت الاتحاد طبيعي ان بيتم حل الاجهزه كلها واعاده التقييم علشان نشوف نقط الضعف ونقط القوه نقدر نتك عليها ونستفيد منها، ونقط الضعف نقدر نعالجها. المدرب اللي اجاد وحقق نتائج طبعا بيستمر وبيبقى له عندنا ميزه، المدرب اللي ما كانش على المستوى المطلوب بيتم استبداله، وده شيء طبيعي وبيتم كل اربع سنين مع كل تغيير اتحاد. فاللي انا عايز اقوله انه حل الاجهزه ده مش معناه انه الاجهزه كانت مقصره،
والاختيار بيتم، يعني احنا ممكن يعاد اختيار نفس الاجهزه او بيتم تغيير بعضها على حسب الرؤى والنتائج اللي بالورقه والقلم موجوده عندنا. تمام، يعني مجرد تقييم الأجهزة اللي أثبتت جدارتها وكانت كويسة بتستمر، والأجهزة اللي كان عندها جزء من الإخفاق بيتم تغييرها. ده طبيعي، ده فعلا ده اللي بيحصل. أنا بشكر حضرتك، بتمنى لكم إن شاء الله توفيق، وإن شاء الله يوم الثلاث تسافروا وتبقى بطولة موفقة لمنتخبنا الوطني للكاراتيه. كنا متشكرين، شكرا شكرا على اهتمامكم، شكرا. شكرا كابتن حسام عجور نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.